خلونا نروح لمفاجأة حلوة، مفاجأة حلوة مع نجم الأهلي ونجمنا المحترف في فرنسا في نادي نيس، واللي تألق في المباراة الأخيرة أمام نانتو لاعب منتخب مصر محمد عبد المنعم، اللي كانت بدايته عندنا هنا في استاد الأشبال، وبعد كده بقى استاد الأهلي وبقى في الناشئين، واتعرف من المنطقة دي. محمد عبد المنعم اللي كان دايما بيستنى مباراة الناشئين عشان يتألق والناس تعرفه، في مجرد ان هو عرف النهارده اول يوم لينا بعت لنا رساله مهمه جدا، رساله دعم كبيره لناشئي النادي الاهلي عشان الفتره اللي جايه، وايضا رساله للاعبي الفريق الاول ان شاء الله بمباراه السوبر غدا. تعالوا نشوف مع بعض محمد عبد المنعم قال لنا ايه. ببارك لكابتن اسامه حسني على الاستديو للتحليل لمباراه الناشئين الموسم الجديد، بالتوفيق ان شاء الله حبيبي، دايما كده مكسر الدنيا ومتعلق، بالتوفيق ان شاء الله للناشئين، ان شاء الله ربنا يكرمكم. حاجه كويسه ان المباراه بتتذاع وفي استوديو ليكم تظهروا نفسكم بيه وتتالقوا وتظهروا نفسكم للجمهور وللاداره، حاجه كويسه وشدها لكم، بالتوفيق ان شاء الله ربنا معاكم، وبالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي بكره ان شاء الله الخميس ضد الزمالك في السوبر، ان شاء الله ياخدوا السوبر ويرجعوا فرحانين ويفرحونا كلنا ان شاء الله، بالتوفيق نادينا الحبيب.